تمسك الجزائريين بهذه الرياضة الراقية أطال من عمرها، وأصبحت من أكثر الرياضات شعبية في الجزائر اليوم، خاصة في هذا الشهر الكريم. وخير دليل على ذلك هذا الصرح الرياضي بمدينة الغاية، فبعد الفراغ من العبادات يعلو صوت هنا على صوت تصادم هذه الكرات. واش راح نقول لك، نحمد ربي على المكان هذايا. الواقع اللي راهو هنا في الرياضه هادية، انا بور موا راني نحسبه باللي هو اكثر شعبيه، مور البالون مور كره القدم راهو اكثر شعبيه على 48 ولايه. نهضر على لا سيكسيون تاع الغاية، عندنا ديجا 110 اديان، لي كادي عندنا 20، عندنا ابيبري هنا واحد 200. Yeah.